أعلنت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن هناك اتصالات مكثفة مع الحكومة المصرية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا بتكلفة تقدر ب9 مليارات دولار، والاتفاق على تسهيل إجراءات تدفق البضائع المصرية للسوق الليبية عبر المنافذ الرسمية. وكشف رئيس الجانب الليبي هاني سفراكس عن ترتيبات تجرى حالياً مع الحكومة المصرية ومنظمات الأعمال بالقاهرة والإسكندرية لتنظيم معرض للمنتجات المصرية المطلوبة للسوق الليبية خلال فبراير المقبل بحسب جريدة المصري اليوم. وتابع أن المعرض سيشهد توقيع عدد كبير من عقود مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا لصالح الشركات المصرية، وأن الترتيبات مع السلطات المصرية بهذا الشأن تتطرق إلى الوسائل الآمنة لتسوية وتحويل قيمة العقود والبضائع بين الجانبين. وأضاف سفراكس أنه سيتم تكثيف الجهود مع مسؤولين في وزارة المالية المصرية لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية للبضائع المتدفقة من مصر إلى ليبيا. كما تم الاتفاق مع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على تسهيل الإجراءات المطبقة على شحنات الصادرات المصرية المتوجهة عبر المنافذ البرية إلى السوق الليبية، خاصة الأغذية والأدوية. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الوسط.ly.